رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء مصطفى بيه مدبولي، بالإضافة لرعاية وإشراف السيد وزير الزراعة لخير مزارعنا الأهلية. عايزينك تكلمنا عن أسعار اللحوم. والله يا فندم احنا معانا مبادرة من السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة بأن احنا بنبيع بالأسعار المخفضة تقل عن بيع الجمهور وبيع التاجر فوق معادين فوق 30-40%. يعني انت حضرتك اللحمه عندك بره من 350 وانت طالع خدت 400 جنيه، احنا اللحمه عندنا ب 225، فانت اقل من بره حضرتك ب 100 جنيه في الكيلو واكتر من 100 جنيه، يعني انت دلوقتي داخله في 125 اقل بره 350 ل 400، يعني تروح الهايبرات والكفرات تروح اي سوبر ماركتات او اولاد رجب اي حد خير زمان اي حد اللحمه بتيجي فيها من اول 350. فاحنا مبادره تحت رعايه رئيس جمهوريه وتحت رئيس وزراء بوزير زراعه باشرافه الكامل المتكامل بفتح جميع مزارع الوزاره تما للحوم. انا بكلمك على الحاجه اللي انا بديرها اللي انا تحت رعايته فيها وتحت تخصصه، اما في حاجات تانية حضرتك برضو في خير مزارعنا عندك الزيت والسكر وجميع المواد الغذائيه والبطاطس والبصل وكل شيء لاي حاجه الشعب المصري عاوزها. اما انا بكلم عليك على اللي يخصنا احنا تحت رعايه اللحمه مع معالي الوزير حضرتك بندي للجمهور بس ده لا يستحق للفرد اكتر من 2 كيلو. ليه؟ ان حضرتك برضو فرق كمية اللحوم من هنا لهناك حضرتك عالي، فانت برضو لما بتاخدي برضو الاتنين كيلو ده على قد الاستهلاك العادي بتاعي، ان احنا نمشي برضو ايه ان انت تاخدي غير جميع مزارع الوزارة تما للحوم. انا بكلمك على الحاجة اللي انا بديرها اللي انا تحت رعايته فيها وتحت تخصصه، اما في حاجات تانية حضرتك برضو في خير مزارعنا عندك الزيت والسكر وجميع المواد الغذائية والبطاطس والبصل وكل شيء لاي حاجة الشعب المصري عاوزها. انا بكلم عليك على اللي يخصنا احنا تحت رعايه اللحمه مع معالي الوزير حضرتك بندي للجمهور بس ده لا يستحق للفرد اكتر من 2 كيلو. ليه؟ ان حضرتك برضو فرق كميه اللحوم من هنا لهناك حضرتك عالي، فانت برضو لما بتاخدي برضو ال 2 كيلو ده على قد الاستهلاك العادي بتاعي، ان احنا نمشي برضو ايه ان انت تاخده وغيرك ياخد. بس احنا مشكله الشعب المصري معانا في 2 و2 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 دخلنا في 8 كيلو. يعني بتوفروا بس يعني مع دعم ان هو ان احنا نقلل الاستهلاك بقى، يعني الاستهلاك يبقى راحي. انا ما عارف ان داخل علينا عيد كبير وعارف ان الاثنين كيلو مش هيعملوا حاجه، ماشي ان شاء الله معالي الوزير هيفتح في العيد الكبير هنخليها 5 هنخليها 7. وعامه الشعب المصري ما انا قلت لك ناصح، انت لو جيت انت وجوزك ما انت هتاخدي حضرتك برضو 5 و5 تاخدي 10، تاخدي 7 و7 تاخدي 14، احنا بنتكلم 2 و2 4. فاحنا بنتكلم فيه احنا اللي بنتكلم احنا المجال عندنا بكمياته متاحه، انا عندي اقتصاد وعندي مخزون يكفيني للعيد الكبير واكتر من العيد الكبير. يعني انتوا مستمرين لحد بعد العيد؟ احنا لا، المعرض مستمر على مبادر السيد الرئيس اللي هو ال 30 يوم بتوعه، فطبعا هيتلحم فيه هيبقى فاضل على العيد الكبير انتهاء ليه يوم او يومين. وعندنا المنفذ الاساسي بتاعنا اللي هو في وزاره الزراعه اللي هو بره اللي قدام باب الوزاره اللي الوزير كل يوم بيعدي عليه وكل يوم بيتابع فيه، ومعالي الوزير بيقف في طابور وياخد 2 كيلو زي المواطن لما يبقى وزير وبيقف ياخد 2 كيلو، فهو بيدي للناس بيعرفها ان في التزام لا وزير ولا غفير ولا دكتور ولا وزير. يعني الراجل ده بيقول يا جماعه احنا بنقف كلنا عاملين زي القبر وافعاله، مفيش تحت فيه حد بيتغير عن التاني. فاحنا بنقول هو الراجل بيقول 2 كيلو كل واحد، ما قلناش حاجه، احنا بنقول 2 كيلو لكل شيء، بس يعني غالبا ان المخزون عندنا موجود.